الباذنجان كيقلل من الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري وكيعزز من صحة البشرة والشعر. كيعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وهو مضاد للميكروبات والفيروسات. كما كيساهم في زيادة الإحساس بالشبع وكيؤدي إلى إنقاص الوزن. كيحافظ على صحة القلب والشرايين. كيعطل وكيمنع النمو ديال الأورام والانتشار ديال الخلايا السرطانية. كينشط الوظائف الإدراكية وكيقيم الاضطرابات العقلية بحال الزهايمر وكينشط الذاكرة. ودابا ننتقل لفوائد الباذنجان للبشرة والشعر. الباذنجان غني بالمعادن والفيتامينات والألياف، لذلك هو كيعمل على النضارة والرطوبة ديال البشرة، مكافحة التجاعيد وأعراض الشيخوخة، وأيضا كيحافظ على صحة الشعر. ودابا غادي ندوز الوصفة ديالنا ان شاء الله. طبعا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وعلى الجرس باش يوصلكم الجديد. اليوم جيتكم بواحد الطريقة ديال الباذنجان محمض مع شرمولة الحوت. دابا حنا نقيو الباذنجان نص نص، غنديروه يتسلق في الكمبوط، ومن بعد غنعدلو له شرمولة ديالو، وغنوريكم الطريقة كيفاش تيجي مزيون. من بعد ما نقيناه هكا تيجي هكا، تنشلطوه هكا، تنعملوه في الكمبوط، نديروه يتسلق، ومن بعد نوريكم الطريقة ديال الشرمولة ديالو. بعد ما سلقنا الباذنجان ها هو في الهواء، هو فين سلقناه، عندنا هنايا نديرو الشرموله ديالو، عندنا هنا جوج حبات مطيشه، عندنا هنا قزبر مع الثومه، عندنا هنا حامضه، عندنا فلفله حمراء والكمون والملحه وكاس ديال الزيت. دابا نصايبو الشرموله ديالو هي مطيشه. من بعد ما تتقلى دابا نعملو نحطو الباذنجان. تيجي لذيذ، جربوه، تيجي لذيذ بزاف. نص الحامضة الأول درناه في الأول، وهذا النص هذا غنولينا نصايبو دابا باش تكون تتقلى وكنعصرو عليه. وعندكم حامض مصير تتقطعوه طريفات وترميوه معاه.
Thank you.